الحفاظ على جاهزية التجهيزات والمشاة تحويل الوقود من الشاحنات أو خزانات ثابتة. تحتضن الناحية العسكرية الرابعة في هذا اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام فعالية الأيام الإعلامية للتعريف بنشاطات المديرية المركزية للوقود بوزارة الدفاع الوطني لفائدة المجتمع المدني ابتداء من تاريخ 5 مارس إلى غاية 7 مارس 2024. إن حضوركم اليوم لهذه التظاهرة الإعلامية للمديرية المركزية للوقود سيسمح لكم بالاطلاع على كثب وأخذ لمحة شاملة حول مختلف النشاطات والمهام الموكلة لأفراد سلاح الوقود، وذلك من خلال العديد من الورشات التي تعرض فيها مختلف التجهيزات البترولية الموضوعة في الخدمة على مستوى الجيش الوطني الشعبي.